مرحبا، سعيد فيك سعادتك بموقع القلعة النيوز. سعادتك اليوم أخذت موقف بقضية ارتفاع أسعار الكهرباء. اليوم أنا انضميت لمجموعة المقاطعة لحضور جلسة مجلس النواب، لأنه حقيقة رد رئيس الوزراء غير شافي وغير وافي، وهو دائما وابدا يضرب قرارات النواب بعرض الحائط، وهو يستهين بهذا المجلس ويحاول الإساءة إلى هذا المجلس في كافة المجالات. ولكن سعادتك يعني يمكن نائب رئيس المجلس صرح من تحت القبة انك انت طلعت تنزل النواب، شو ردك؟ لا، هذا يعني كلام رئيس المجلس، انا بحترمه بجد، لكن انا لم اصل رئيس المجلس ولا بتعلم معه بهذا الموضوع، لكن انا طلعت طوعي ان انضم الى الزملاء الذين يقاطعون جلسات مجلس النواب تضامنا مع الشعب الاردني ومع الشارع الاردني. لامتى رح يضل هذا القطاع؟ هذا حتى تتراجع الحكومه عن قرارها بتجديد رفع الاسعار. برايك النواب رح يكون لهم هذا التاثير على هذا الموضوع؟ نتمنى على النواب ان يكونوا على قدر من الوعي والمسؤوليه تجاه هذا الموقف، لانه حقيقه يعني هذا بضر الشارع الاردني كامل. انا شفنا النائب نجاح العزي وحضرتك، النائب نجاح العزي طلعت على الشرطه لاي سبب؟ نجاح العزي طلعت تطلب من الزملاء يعني النزول الى هذا، فقلت لها هناك امامك خيارين، اما ان تجلسي معنا واما ان تعودي الى كرسيك اللي تحت القبه، فعادت الى سعادتك احنا شفنا عدد النواب قليلين شوي، هل رح يكتروا مع الوقت؟ نتمنى انه ينضم لنا مزيد من النواب حتى يكون في مجال ضغط على هذه الحكومه من اجل يعني تراجع الحكومه عن رفع اسعار الكهرباء على المواطنين. سعادتك سؤال اخير، شو ردك على الناس وحتى الاوساط النيابيه اللي بتحكي انه دائما يحيى سعود بحب السسبنس وبحب يعمل يحيى سعود ليش؟ بحب اللي يعني يعمل اجواء وبعمل اثاره، بحب يشد الانتباه. لا، انا مع الشارع، لا احب ان اعمل اثاره، انت ناديتي ناس بتقول بتعمل معك، انا طلبتك تعملي معي لقاء. لا، شكرا. اوكي، اشكرك سعادتك، يعطيك العافيه.